صباح الخير طلاب الحلوين، يعطيكم العافية. اليوم رح ناخد جمع وطرح الأعداد آحاد وعشرات. خلينا نتذكر المرة الماضية أخذنا تمثيل الأعداد، مثلاً 24، بنبلش بالآحاد 4، العشرات 2، صار عندنا 24. 13 3 آحاد وعشرات، صار عندنا 13. 37 7 آحاد 3 عشرات، صار عندنا 37. اليوم رح ناخد كيف بدنا نجمع ونطرح الأعداد. 12 بدنا نزيد عليها 25. من نبلش 12، عنا 12 25، حط 5 للآحاد 2 عشرات، صار الجواب 37. طيب كمان مسألة، مثلا عنا 22 51، the answer 22 51، the answer 73. طيب نشوف هاي المسألة، 34 plus 15 minus 25. 34 هي 4 أحد 3 عشرات، 15 5 أحد 1 عشرات، minus 25 بنقص 5 أحد و 2 عشرات. The answer is 24. يعني هيك صرتوا تعرفوا تحلوا مسائل من أحد وعشرات ومسائل طويلة من 3 منازل فيها جمع وطرح. شايفين ما خلينا نطلع هلا على هاي المسألة. 55 32 minus 51 55 32. طبعا دائما بنبلش الأرقام من الآحاد، هاد رح تعرفوا بعدين. 32 minus 51 minus 1 من الآحاد، 5 من العشرات. The answer is 36. هيك بنكون أخذنا الفكرة عن هذا الدرس. رح أبعث لكم مسائل وتحلوها وتبعتوا لي إياها، ويعطيكم العافية.